الحروب الصليبية التي استمرت لأكثر من 200 عام، أكثر من 200 عام، من القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر، حملات صليبية فاقت 8 حملات خرجت من أوروبا النصرانية الأرثوذكسية والكاثوليكية إلى أرض المسلمين، إلى الشام، إلى فلسطين، إلى مصر، حتى إلى ليبيا. لعلم اللي ما قراش تاريخ وهو يبع التاريخ خصوصا الأجيال، أفتح وأقرأ عن فرسان القديس يوحنا. فرسان القديس يوحنا الذي كان مقرهم في مالطا، ولماذا غزوا طرابلس حتى أخرجهم الليبيون مع إخوانهم من العثمانيين في زمن القرمليين. هذا جزء من الحرب الصليبية. لماذا سميت الحرب الصليبية؟ لأن شعار الحرب والرايات كان بالصليب، نصرة الصليب. بعد إخراج المسلمين من أندلس كان الغاية والغرض هو إعادة هذه الأراضي جميعا لسيطرة روما ولسيطرة الصليب. فكانت حربا صليبية واضحة تحت راية الصليب، وكل الذين شاركوا في هذا ملوك أوروبا كانوا من الصليبيين المتشددين. حملة نابليون على مصر حملة صليبية من ضمن الحركات، من ضمن الهجمات الصليبية على الأمة الإسلامية، وليست حركة استعمارية. احتلال إيطاليا لليبيا حرب صليبية، احتلال فرنسا لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وسوريا حرب صليبية، احتلال الإنجليز لمصر حرب صليبية، والآن حرب صليبية. لكن الآن تطور خوفا من تداعي المسلمين وأن تثور حمية المسلمين. مهما كان المسلم في لحظة معينة يثور، المسلم كالنائم للنائم، ما دام نائما اتركه نائما. يقولون إياك أن توقظه، لو أوقظته يحرق الأخضر واليابس. فلذلك اليوم لا يرفعون الصليب. لكن حقيقة الأمر انظر إلى تصريحات رؤسائهم منذ الأحمر بوش الأب وبوش الإبن في حرب افغانستان وحرب العراق، إلى وصولا إلى الأحمق الأكبر بايدن، إلى الطفل السفيه الفاسق الزنديق مسمى ماكرون، إلى بقية دول أوروبا حتى ألمانيا التي تأدت من اليهود، إيطاليا دولة حقيرة التي لا تسمى قمامة أوروبا. انظروا علاني خلاص أزيحت الأقلعة، سقطت الأقلعة، كلهم نحن مع إسرائيل، ولا بد من مسح حركة المقاومة بحجة المقاومة. لكن الغرب ليس المقاومة، ليست حماس كما يقولون. تختلف أن تتفق مع حماس، لابد أن تفهم أن الحرب عليك أنت كمسلم